حلو. اوكي. ريحه قهوه. تفضل. ما شاء الله. بيجمع لنا طلال وعلي، وانا ودي ان عبد الله الحارثي وعصام يجوا معكم. ما ودي ان السيارات تفرق، نضيع، ودنا مع بعض. والله استرى يصدمك الحين قد عين. اخذت الله لا يقول حق المعاقين عند علي شلح والله. قايل لي. اي والله. قلت لي. اي والله. الصراحه حيوان اعطاني اياها قمدي، مبروك عليك العياط. استغفر الله. يا شوف اثم بس. إذا جاتك يعني يمكن الله يحبك. لا شوف، إذا الله حبك بيعيقك عدل عشان ما تكتب إثم. أعوذ بالله، ما يقول تكفى يا أخي. عشان ما تكسب إثم. أحب الله يوفق عدوك. عشان ما تكسب إثم. تقابل عبد الله أنت. دقيقة. بنروح مع بعض ولا ترى ما ندري المكان إحنا الحين؟ لا، تقابل عند ستاربكس. أوكي. خلاص الحين بس أعطونا وين بتروحون بالضبط. كيف؟ ما أنا مو بكيفنا أنا. شفت أقايلك أنا من البارح ما اتفقنا يا بننا. خلاص. شو أسوي؟ ما اتفقنا. طيب راي الجميع، وين تبون نروح؟ هلنا ماديسون ملينا منه وانت مليت منه وانت تدري ان ملينا منه. هلنا يلا هلنا. انا ما عندي مشكله يلا، لكن اعطونا راي. هلنا السلام عليكم، اهلين فيكم في فلوق جديد. مثل ما شفتوا الشباب قرروا من امس ان يطلعون كامبينج، نجلس شوي شغله بس نهار، في الليل بنمشي يمكن. فقررنا نجي هنا ذي البحيره، تبعد عن بوزمن قرابه الساعه ونص يمكن. الحلو فيها مظلات مثل ما تشوفون ورا، لان الجو متغلب. قبل شوي طاح مطر ووقف، ورجع طاح مطر مره ثانيه ووقف، وتقريبا راح يطيح مطر برضو. الحمد لله ان اخترنا مكان فيه يكون فيه ظل. فخلي نشوف الشباب ايش يسوون الحين. جايبين خالد خصيصا عشان يطبخ لنا الحين. نشوف كبسة خالد من زمان عن والله، على وقت العزوبية أول كان كله يطبخ لنا. انتو جايبين الحبحب ذا؟ لا ما يحسن نعمة يا رجل. شو فيك صعد فوق خالد؟ نزلوا يا جماعة. طيب خلنا تحسب السلم اللي في الشقة؟ بنمر لك نص ساعة وانت على القهوة. ما خلص. شب النار يا كليب. شب. بنحطها على الرز ذهني اللي تبون، هذا اللي بيشتمين نحطه على الرز. هو بس لا قصده بعضه يكون مضغوط، ما تعرف البيت. بس خلاه شوي الله يسمعهم بين الصغر فانا شوي. حطني عطى الدخان، عطى حطها بصغير مني. خلا حسين انا احكي حطها بينا لا لا بنقاي ما رحت ترى ما رحت انا والله ما هو في دخان صار كيف الاجواء؟ والله شوف فطر. المشكلة الحين عبد الله قاعد يشوي دجاج وطاح مطر الحين. كيف يا عبد الله؟ المطر جانا غطوا معزانا. سكرته؟ كويس كويس. زاد المطر. اسمع صوت المطر، اسمع اسمع اسمع. هل لازم تشيله ها؟
ها جلسة ملك كذا خلاص انا استحي انا استحي كذا ها ايز اربع صح الله الله يا اخي كذا شو الاداء الممتاز ريحه خنينه يا اخو شلون الجو؟ ما في شيء. هذه حق المسيح. والله اخترب الجو تقريبا. كنا جالسين نلعب كورة وحماس. هنا كان جبل. ما يبين الجبل اختفى الحين من المطر. خلص لا. هنا شبين النار طفت النار خلاص. طبعا احنا ندري من قبل ما نيجي هنا انه بيطيح مطر. كان الوقت توقيت اللي بيطيح في المطر الساعة 3 صح؟ قريب. تأخر صار للساعة 6 أو 7. الحمد لله الحمد لله يعني خلصنا عشان الحمد لله والله زاد المطر اكثر واحد في المستقبل خالد هذا اذا صار الجو عندنا حلو هو يصير يعتبر برد عنده اذا رقينا احنا من الحر هو الجو حلو عنده الدنيا عكس طبعا توه صاير صلاة المغرب والساعه الحين 9:10 دقائق المساء أكز عبد الله يتوضى ولا كان بكزه أمزح معك عبد الله عادي وأنت تتوضى لا ما أمزح إيش رأيك أستأذن أنا يلا واجبهم يا دير بكزك قلت تسلم يا تسلم يا شوف بدلعك يا صنبور الماء الله يسلمك والله حرشتني قدام الكاميرا أنا أضيع أمام الكاميرات تروشتوا والله تروشتوا من المر والله نغسل لك شيء رجع انتم متوضين عادي على طول خلاص وضيتوا الحين انتم يلا مفتاح الرجال احمد يلا بجيب مفتاح احمد هلا بطفي النور دقيقه ها كيف كانت الرحله 100 والله الحمد لله والله الحمد لله توفقنا جزاهم الله خير هي كويس الرحله والحمد لله ان المطر تاخر الحمد لله الحمد لله لو ان الى الان ما طاح مطر كان جالسين كامبينج ف ان شاء الله الفيديو ان الله يعجبكم ولا تنسون الاشتراك بالقناه ايش المقطع اعمل لايك للمقطع وفي نهايه الفلوق تعليقاتكم تحت تهمني والسلام عليكم على المهم